ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي لنحو 33,000. الصين تعلن معارضتها فرض عقوبات على كوريا الشمالية بعد تصويت مجلس الأمن الدولي. وروسيا تنفي بدء تعبئة جديدة لاستدعاء مجندين للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا. الثانية عشر ظهراً العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع زميلة ندى رضا. أهلا ندى. أهلا بكم. أهلا بحضراتكم، والبداية بتطورات الحرب في غزة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة. ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نادي الشجاعية الرياضي شرق مدينة غزة. كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهد صحفي يعمل في إذاعة القدس المحلية برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 137 صحفيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام في الطرقات لا تستطيع توقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أشارت الصحة الفلسطينية إلى أنه بذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32,623 شهيدا و75,092 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقا مع طلب جنوب إفريقيا في مواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان إلى أن طلب المحكمة من إسرائيل يؤكد على ارتكاب إسرائيل لهذه الجريمة البشعة، ويؤكد على أهمية مؤسسات الأمم المتحدة ورفض استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب من خلال تأكيد المحكمة على أن هناك مجاعة حقيقية في غزة. وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن دولة فلسطين ستنضم للمرافعة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية. كما طلبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنجاز التحقيق الجنائي ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم مرتكبو جريمة الإبادة الجماعية. قال المتحدث باسم فريق جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل إن أمر محكمة العدل الدولية الجديد للاحتلال الإسرائيلي يلزمه بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك يشمل التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وشدد على أن إسرائيل لن تمتثل لأوامر المحكمة، لذا لابد من الضغط من حلفائها عليها. ما
بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. جاء أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة ليظهر كذب الرواية الإسرائيلية التي أكد ممثلوها في دفاعهم أمام المحكمة ذاتها أنهم لا يعرقلون دخول المساعدات. المحكمة قالت إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، وأعادت التأكيد على ضرورة أن تتجنب قوات الاحتلال أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان ألا ترتكب أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. كما أضافت أن الاحتلال لابد أن يتخذ إجراءات لضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في أنحاء غزة بلا عوائق. يأتي أمر المحكمة في ظل تأكيد المنظمات الدولية بأن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات من خلال العديد من الإجراءات، والتي من بينها منع التصاريح عن موظفي تلك المنظمات. وتشير شهادات موظفي إغاثة وبيانات للأمم المتحدة إلى أن الصعوبات المتعلقة بالحصول على تصاريح إسرائيلية للموظفين الأجانب تعرقل جهود توصيل المساعدات إلى قطاع غزة. وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن هناك 45 طلب تأشيرة معلق، أكثر من نصفها لأكثر من شهرين، وكثير منها متوقف منذ نوفمبر على الأقل. عمليات التعطيل أثرت على 11 وكالة تابعة للأمم المتحدة، مع تعليق 18 تأشيرة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وست تأشيرات لبرنامج الأغذية العالمي، وعدد مماثل لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، واثنتين لمنظمة الصحة العالمية. حرصت جدا، مش أنا بس، أنا وكل المصريين، على أن احنا نخفف ما أمكن على أشقائنا في قطاع غزة. احنا من أول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على أن المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة اللي مطلوب إغاثته. أكد أن احنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة بذلت مصر كل الجهود الممكنة والمستمرة من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع جراء تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي. المزيد حول أبرز الجهود المصرية لمساندة سكان غزة ودعم القضية الفلسطينية سنتابعه في سياق هذا العرض.
تعتبر الدولة المصرية القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للأشقاء في فلسطين على قمة أولوياتها، وهو ما ظهر في مساعي مصر الصادقة لدعم الشعب الفلسطيني خلال التصعيد العسكري الجاري في غزة. كانت ولا تزال القضية الفلسطينية على قمة أولويات الدولة المصرية، حيث تعتبر جزءاً من الأمن القومي المصري، ويعد موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابتاً لا يتغير منذ عقود، حيث تمليه روابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني، والذي ظهر جلياً خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. فمنذ اللحظة كانت مصر حاضرة وبقوة على خط الأزمة، حيث انخرط الرئيس السيسي في اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء العالم، دعا خلالها كافة الأطراف إلى دعم التهدئة وتغليب صوت العقل والحكمة والحفاظ على حياة المدنيين باعتباره أولوية قصوى. كما تضمنت الاتصالات الرئاسية بزعماء العالم التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مع تأكيد موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير. تزامنت تلك المساعي مع دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام، والتي استضافتها العاصمة الإدارية بحضور دولي رفيع المستوى. وجاءت كلمة الرئيس السيسي أمام القمة بمثابة خارطة طريق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف العنف الدائري في قطاع غزة. ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وتنتقل فورا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام، وصولا لأعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. على المستوى الإنساني، سارعت مصر كعادتها إلى تقديم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني، وخصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة، تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة. كما قررت مصر استقبال عدد من المرضى من سكان قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وهي الخطوة التي لاقت إشادة وترحيبا دوليا واسعا، وكشفت عن صدق عمق العلاقات بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق. واستكمالا لمسيرتها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، شاركت مصر في تحالف دولي لإسقاط مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. تزامن ذلك مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن جسر جوي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات على شمال غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء. يأتي ذلك مع استمرار مصر فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع، وذلك انطلاقا من جهودها الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. أكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن وصول المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، في حين يواجه أكثر من 1,100,000 شخص في غزة
خطر المجاعة. تأتي تصريحات المنظمة الأممية ضمن تحذيرات دولية متكررة من مجاعة وشيكة في قطاع غزة خاصة في الشمال. المزيد في هذا العرض والزميل كريم الخولي. أهلا بكم. تتوالى التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة في قطاع غزة خاصة في الشمال في ظل إجراءات الاحتلال التي تحول دون تدفق المساعدات الضرورية. الأمم المتحدة أكدت أنه لا بديل عن وصول المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، ومحذرة من نفاد الوقت في حين يواجه أكثر من 1,100,000 شخص في غزة خطر المجاعة. المنظمة الدولية أشارت إلى أن مكتبها المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في الأرض الفلسطينية المحتلة رصد تدفق الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية على المستشفيات، مؤكدة استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، رغم إعلان برنامج الغذاء العالمي أن ما يقرب من 70% من شمال غزة يواجه جوعا رهيبا. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن برنامج الأغذية العالمية لم يتمكن الشهر الجاري سوى من إرسال 11 قافلة مساعدات إلى شمال غزة، وذلك لجلب الغذاء إلى حوالي 74,000 شخص، مؤكدة أن الشحنات اليومية ضرورية لمنع المجاعة. وكانت مؤسسة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد حذرت من انعدام الأمن الغذائي الكارثي بقطاع غزة، مشيرة إلى أنه ستكون لديها أسباب لإعلان مجاعة في محافظات شمال غزة بحلول مايو وفي جنوبها في يوليو المقبل. وأوضحت المؤسسة التابعة للأمم المتحدة أنها لم تعلن حالة المجاعة خلال 20 سنة إلا مرتين، أولاهما في الصومال عام 2011 والأخرى في جنوب السودان عام 2017. وفي انتهاك للقوانين الدولية تقيد إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة لاسيما عبر البر، وهو ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول المخاوف الدولية من حدوث مجاعة في غزة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لكم على طيب المتابعة. أعلنت اليابان أنها تعتزم قريبا استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن طوكيو وأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدما في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية في تمويل الوكالة الأممية. ونقل البيان عن وزيرة الخارجية اليابانية تشديدها على ضرورة أن تتخذ الأونروا تدابير فعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان حيادية موظفيها. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات شملت مواقع عدة في الضفة الغربية. تحركت قوات الاحتلال باتجاه قرية في جنوب مدينة نابلس في محاور عدة، كما استهدفت قوات بلدة أخرى غرب بيت لحم، وشملت الاقتحامات مخيم الفوار جنوب الخليل. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في باحات المسجد الأقصى. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال طردت المصلين من الساحات وأبقت على أولئك الموجودين داخل المصلات المسقوفة. كما اعتدت قوات الاحتلال أيضا على النساء بالضرب أثناء طرد المصلين من رحاب الأقصى المبارك بحسب شهود عيان. قالت وزارة الدفاع السورية إن عددا من المدنيين والعسكريين استشهدوا بعد عدوان جوي إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في ريف حلب.
أضافت في بيان أن العدوان أسفر عن وقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة. كانت الوزارة قد أعلنت مساء الخميس عن إصابة شخصين في غارة جوية إسرائيلية في المنطقة المحيطة بالعاصمة دمشق، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت مبنى سكني، وأسفرت أيضا عن بعض الأضرار المادية. أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية أنه سيتم تحديد جدول الانتخابات الرئاسية عقب إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتشكيل الغرفة البرلمانية الذاتية. وأضافت هيئة الانتخابات التونسية أنها ستحدد أيضا أو ستحدد بمقتضى قرار لها شروط الترشح التي يجب أن تكون متطابقة مع نص الدستور ومع القانون الانتخابي. أعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال مشتبه به متورط في تمويل الإرهاب. وكشفت لجنة التحقيق عن أن المهاجمين في حادث موسكو حصلوا على قدر كبير من الأموال والعملات المشفرة من أوكرانيا. ما زالت أصداء الهجوم على مجمع كروكوسيت الروسي تتوالى وسط اتهامات من موسكو بتورط أوكرانيا في الهجوم. لجنة التحقيق الروسية أكدت أنها توصلت لأدلة على وجود صلة بين منفذ الهجوم ومن أسمتهم القوميين الأوكرانيين، مشيرة إلى أنهم تلقوا مبالغ كبيرة من المال والعملات المشفرة من أوكرانيا. كما أعلنت اللجنة إيقاف مشتبه به آخر متورط في تمويل المسلحين الذين نفذوا الاعتداء، اتهامات اعتبرتها واشنطن غير حقيقية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن نقلت تحذيراً مكتوباً لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين، وهو واحد من بين تحذيرات كثيرة مقدمة إلى موسكو سلفاً. كان مسلحون يرتدون ملابس مموهة قد اقتحموا قاعة مجمع كروكوسيتي وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق ما أدى إلى سقوط 143 قتيلا. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده روسيا منذ 20 عاما، بينما أكد مسؤولون أمريكيون إن لديهم معلومات تظهر أن فرع التنظيم في أفغانستان هو الذي نفذ الهجوم. ونفت أوكرانيا مرارا أي صلة لها بالهجوم، لكن الخارجية الروسية قالت إن الغرب سارع إلى إلقاء المسؤولية على داعش كوسيلة لصرف اللوم عن كييف والحكومات الغربية التي تدعم كييف. قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة طلبت من شركات أمريكية وقف شحن البضائع إلى أكثر من 600 جهة أجنبية بسبب مخاوف من احتمال تحويل مسار هذه السلع إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا. وذكر مسؤول بوزارة التجارة الأمريكية أن الوزارة بعثت رسائل في الأسابيع الماضية إلى 20 شركة على الأقل تتضمن التحذير في أحدث جهد للتصدي للحرب الروسية في أوكرانيا. اعتبرت كوريا الجنوبية استخدام روسيا الفيتو لإنهاء عمل لجنة دولية مكلفة بمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية تصرفا غير مسؤول. وقالت الوزارة ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن سول تؤكد بوضوح أن روسيا الاتحادية رغم وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي اتخذت قرارا غير مسؤول. هذا وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تشديدها عدة مرات في عامي 2016-2017. استضافت الولايات المتحدة الأمريكية الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن التهديدات السيبرانية التي تشكلها كوريا الشمالية. وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أنه خلال الاجتماع الذي عقد يومي 27 و28 من مارس الجاري تم التشديد على التعاون الوثيق المستمر بين حكومتي الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية لتعطيل قدرة كوريا الشمالية على توليد إيرادات غير مشروعة من خلال الأنشطة السيبرانية والتي تستخدمها لتمويل برامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية. قالت الصين إنها تعارض فرض عقوبات بشكل أعمى على كوريا الشمالية بعد امتناع بكين عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عطلت فيه روسيا تجديد تفويض لجنة خبراء مكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات على بيونغ يانغ. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصيني لين جيان إن الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية ما زال متوترا، وفرض عقوبات بشكل أعمى لا يمكن أن يحل المشكلة. قالت وكالة رويترز للأنباء إن قائد البحرية التايوانية تانغ هوا سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لحضور مراسم عسكرية ومناقشة تعزيز التعاون البحري الثنائي في ظل تصاعد التهديدات الصينية للجزيرة. ونقلت رويترز عن مصادر أمنية أن تانغ سيزور هاواي مقر القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لحضور مراسم تغيير قيادة أسطول المحيط الهادئ. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يتعين على الدول الأعضاء في قمة العشرين التوافق قبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة المجموعة التي ستعقد في البرازيل نوفمبر المقبل. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك في برازيليا مع نظيره لولا دي سيلفا إن التوافق مع الدول 19 الأخرى سيكون مهمة الدبلوماسية البرازيلية، مضيفا أنه إذا كان مثل هذا الاجتماع مفيد فيجب عقده، محذرا من أن الانقسام بشأن هذه المسألة قد تحبط توجيه أي دعوة لروسيا. منحت الحكومة الأمريكية ولاية ماريلاند مبلغ 60 مليون دولار في إغاثة اتحادية طارئة بعد انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور. وطلب حاكم ولاية ماريلاند المبلغ ووافقت إدارة الطرق السريعة الاتحادية التابعة لوزارة النقل على الطلب في غضون ساعات. وقالت وزارة النقل في بيان إن هذه الأموال تعد دفعة أولى لتغطية التكاليف الأولية، وسيتم توفير تمويل إضافي لبرنامج الإغاثة الطارئة مع استمرار العمل. يأتي حادث جسر بالتيمور ليلقي بظلاله على خسائر بالمليارات ستتكبدها الولايات المتحدة، حيث قدر محللون في صناعة التأمين الأمريكية أن يكلف الحادث شركات التأمين نحو 4 مليارات دولار فضلا عن الآثار الجانبية، خاصة تلك المرتبطة بإمدادات السلع والفحم والسيارات والمعدات. خسائر بالمليارات تتكبدها الولايات المتحدة جراء انهيار جسر بالتيمور وسط مخاوف من أزمة إمدادات سلعية. الجسر الذي يبلغ طوله 2.2 كيلومترا ويرتبط بأحد أهم الموانئ التجارية شرقي البلاد انهار عقب اصطدام سفينة حاويات بإحدى قواعده. محللون في صناعة التأمين الأمريكية قدروا أن يكلف الحادث شركات التأمين مليارات الدولارات، وقد تصل الخسائر إلى 4 مليارات دولار، مما سيجعل المأساة خسارة قياسية في التأمين على الشحن. ومع تعليق حركة السفن في ميناء بالتيمور منذ الحادث، بدأت وتيرة التحذيرات ترتفع من الآثار الجانبية، خاصة تلك المرتبطة بإمدادات السلع والفحم والسيارات والمعدات. وتقدر وزارة النقل الأمريكية أن هناك ما بين 100 و200 مليون دولار من قيمة التجارة الواردة تأتي عبر الميناء يوميا، مع حوالي 2 مليوني دولار من الأجور كل يوم. ولميناء بالتيمور تأثير اقتصادي كبير، حيث تعامل مع أكثر من 50 مليون طن من البضائع الأجنبية العام الماضي. وستكون بعض القطاعات أكثر تأثرا مثل السيارات، إذ تعاملت المحطات الخاصة والعامة بالميناء مع أكثر من 840 ألف سيارة وشاحنة خفيفة في عام 2023، وهو أكبر عدد بين الموانئ الأمريكية. كما يعد الميناء بوابة مهمة للبضائع المتخصصة،
ومناولة البضائع السائبة خاصة الفحم المصدر إلى الخارج. قالت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية إن الدفع المستمر للحكومة باتجاه الإصلاح الطبي هو من أجل الشعب وأنه لا يمكن أن يخضع للمفاوضات، رافضة فعليا دعوة المجتمع الطبي لتعديل خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بشكل ملحوظ. قام أكثر من 90% من الأطباء المتدربين والمقيمين في البلاد البالغ عددهم 13,000 بالإضراب في شكل استقالات جماعية منذ 20 فبراير الماضي احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار 2000 مقعد بدءا من العام المقبل. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ستشهد هذا العام أسوأ موسم لحمى الضنك على الإطلاق في تفشٍ للوباء أرجعته إلى الاحتباس الحراري وظاهرة النينو المناخية. حمى الضنك مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة بالفيروس، ومنذ مطلع العام أي في أقل من 3 أشهر سجلت السلطات الصحية في المنطقة أكثر من 3.5 مليون إصابة بالفيروس نجمت عنها ألف وفاة. وينتشر الفيروس على نطاق واسع في البلدان الحارة ويتفشى بشكل رئيسي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، ويصاب به حول العالم سنويا ما بين 100 إلى 400 مليون شخص وفقا لمنظمة الصحة العالمية. عجزت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية من التوصل إلى اتفاق دولي يهدف لتحضير العالم بشكل أفضل لمواجهة جائحة قد تحل في المستقبل على أن تستأنف المناقشات في مايو. كانت الدول 194 المجتمعة في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف قررت إعداد نص ملزم لتجنب تكرار الأخطاء القاتلة والمكلفة المرتكبة خلال الإدارة الكارثية لجائحة كوفيد-19 التي كشفت مدى سوء استعداد العالم لمواجهة أزمة بهذا الحجم. ذكر المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر أن إعصاراً مدرياً اجتاح الجزيرة هذا الأسبوع، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخص وتشريد الألف. وقال المكتب إن الإعصار جاماني والذي اجتاح شمال شرق مدغشقر يومي الأربعاء والخميس تسبب في نزوح أكثر من 18,000 شخص، وأن 3 آخرين ما زالوا في عدد المفقودين. أكدت روسيا أنها لن ترسل مجندين حديثي العهد لأداء الخدمة العسكرية في الأقاليم الجديدة أو للمشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا. وقال نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، قال إن موسكو أنجزت بالفعل عملية التعبئة المقررة في حملة الخريف الماضي لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة الروسية، حيث جرى استدعاء 130,000 شخص. أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية تدمير 58 طائرة هجومية من دون طيار أطلقتها روسيا، بالإضافة إلى 26 صاروخ كروز استهدفت بالأساس قطع الطاقة والوقود.
وأعلنت أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا أن روسيا هجمت 3 محطات للطاقة الحرارية، ما أدى إلى خسائر كبيرة بها. يأتي هذا فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تسجيل 59 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت الدفاعات الروسية إسقاط عدة صواريخ أطلقتها أوكرانيا على مقاطعة بيلغراد جنوب غربي روسيا خلال الليل. وفي بيان لوزارة الدفاع الروسية أكد إحباط محاولة جديدة من القوات الأوكرانية لشن هجوم باستخدام راجمات، مؤكدة أن الدفاعات الروسية أسقطت 15 صاروخا استهدف مدينة بيلغراد الحدودية. أعلنت بولندا عن نشر طائرات تابعة لها وأخرى تابعة للحلفاء بالمجال الجوي للبلاد، وذلك بعد أن شنت روسيا ضربات صاروخية على أوكرانيا. ونبهت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية بأن طائرات بولندية وحليفة تعمل في المجال الجوي البولندي، مما قد يؤدي إلى مستويات متزايدة من الضوضاء خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. ويقع الجزء الجنوبي الشرقي من بولندا على الحدود مع أوكرانيا. أعلن البنك المركزي الروسي عن تبديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة 6 أشهر أخرى وحتى نهاية سبتمبر، ليظل بإمكان المواطنين الروس وغير المقيمين من الدول الصديقة تحويل ما لا يزيد عن مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد. تعتبر روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها غير صديقة. صرح وزير المالية الياباني تشونوتشي سوزوكي بأن تحركات مضاربة كانت وراء انخفاضات الين في الفترة الماضية، وألمح إلى أن السلطات لا تزال على هبة الاستعداد للتدخل في السوق لمواجهة أي تراجعات حادة في العملة. وذكر أن السلطات تراقب سرعة تحركات الين وليس مستوياتها، وكرر تحذيرات طوكيو في الفترة السابقة بأنها لا تستبعد اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التحركات غير المنتظمة للعملة. ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مدفوعا بأسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، وسجل مكاسب قياسية في السنة المالية من حيث النقاط وسط مشتريات كبيرة من الأجانب. سجل المؤشر ارتفاعات قياسية متتالية هذا الشهر بعدما تجاوز في 22 من فبراير مستويات شوهدت آخر مرة عام 1989 خلال الفقاعة الاقتصادية بالبلاد. جاء هذا الارتفاع بدعم من مشتريات الأجانب بسبب انخفاض الين وتوقعات تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض بشدة قيام الولايات المتحدة بوضع قائمها بمصانع صناعة الرقائق الصينية المتقدمة المحظورة من الحصول على الأدوات الرئيسية، ومنعت وزارة التجارة الأمريكية في 2022 الشركة الأمريكية من شحن المعدات إلى المصانع الصينية التي تنتج رقائق متقدمة، حيث تسعى واشنطن إلى الحد بشدة من التقدم التكنولوجي التي تحققه بكين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ارتفع إنتاج كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات بأكبر وتيرة منذ 14 عاماً خلال فبراير الماضي، ما يشير إلى استمرار التعافي في القطاع الصناعي الأكثر أهمية في البلاد والطلب العالمي على التكنولوجيا. وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية في كوريا الجنوبية بقفز الإنتاج بنسبة 65.3% مقارنة بالعام السابق، لتصبح أكبر زيادة منذ أواخر 2009، مؤكدة انخفاض المخزون بنسبة 16.2% متراجعا للشهر الثاني في علامة أخرى على الطلب القوي. قال مصدران حكوميان إن من المرجح أن يعطي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأولوية لإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا وسلطنة عمان خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة الجديدة إذا فاز في الانتخابات المقبلة كما تتوقع استطلاعة الرأي. طلب مودي من الوزارات الهندية تحديد أهداف سنوية للأعوام الخمسة المقبلة تتناسب مع خطة عمل مدتها 100 يوم، بينما يضع استراتيجية لتعزيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. من بين أهداف وزارة التجارة لخطط 100 يوم التركيز على الاتفاقيتين مع بريطانيا وسلطنة عمان إذا وصلت المحادثات بشأنهما إلى مراحلها النهائية. يحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني في 8 من مساء اليوم على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل ضمان التأهل للأدوار المقبلة ومواصلة الحفاظ على اللقب. أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة الأهلي مع سيمبا التنزاني ستكون مواجهة قوية. أضاف كولر أن الأهلي سبق وأن واجه فريق سيمبا مؤخرا في الدوري الإفريقي، مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون مدى صعوبة مباراة الغد خاصة في ظل ظروف الطقس الصعبة وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا.
تباين كبير بين القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وسيمبا التنزاني قبل المباراة التي تجمعهما في 8 مساء الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. يواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ستقام المباراة يوم الأحد المقبل على استاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل على استاد القاهرة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية النشرة وإليكم تذكرة بأهم ما جاء بها. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي لنحو 33,000. الصين تعلن معارضتها فرض عقوبة على كوريا الشمالية بعد تصويت مجلس الأمن الدولي. روسيا تنفي بدء تعبئة جديدة لاستدعاء مجندين للمشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا. ختاما لمزيد من الأخبار، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة، والشكر موصول للزميل محمود السعيد.